They're calling in more and more. I'm hearing sirens like crazy over here. But that might just... That is an ambulance. إذا دي مسألة دقيقة، ما يقدرش لأحمد رفعت ولا غيره بيراعي ربنا إلا إن هو يبحثها، فما فيش داعي نحل نفسنا محل القاضي، إحنا كنا بخير حضرتك يوم ما كان كل واحد فينا عارف حدوده، طب ما أنا بقى أنا ألزم القاضي يحكم البراءة، ده أنا بقول البراءة من وجهة نظري أنا كمحامي، أنا ربما وأنا بحضر دفاعي أنا فلسفته بالأنا الذاتية وسعيته لنفسي على ان انا على منطق صحيح وهو ياخد براء، لكن القاضي يا حبيبي يوزن موازنات تانية وانتهى الى الادانة. فنقول بقى كل واحد يعرف، لو انا بقى عاوز الزم القاضي انا كمحامي باللي انا شايفه يبقى انا راجل لمؤاخذة ضرير، وانا لا يجوز ان انا الزم القاضي، والقاضي اذا كنا فاهمين الادوار ده هو حسابه مع الله وهو المسؤول عنه. اذا نعود الى مصر، وهو احنا قلنا لماذا يبقى دلوقتي احنا قلنا المخاطر الشديدة اللي موجودة، ممكن نعدي على المخاطر دي ونتجاوزها ونعمل زي الراجل اللي بيعمل عملية يعني الانتحار الذاتي ده ولا ونعمل، بس يبقى فيه ايه؟ فيه لماذا؟ يعني فيه قدامي سبب قوي يخليني اعمل هذه المخاطرة، وابتدي بقى مش من اول السطر، من تحت ايه؟ اول السطر. لازم يكون في سبب قوي جدا، ما حدش طرح قدامي سبب قوي، ليه بقى حضرتك؟ قال لك كل بقى الحاجات الشبهات دي يعني لن تعدو حضرتك ان تكون شبهات، شبهات لا يبنى عليها، سيما بقى ان احنا قدامنا اربعة اشهر، الاربعة اشهر دي ما هياش فراغ، ده اربعة اشهر المفترض انها مشغولة باجندة ببرنامج، ومعنى انها مشغولة باجندة وبرنامج ان انا عيني الحذرة بتراقب المجلس العسكري والحكومة ماشيين حسب الاجندة، يبقى دار ما دخلك شر، خرجوا عن حدود الاجندة. استنى بقى، لا انت قام الدليل على ان لماذا دي لها مبرر، انا حاضر بكرسي في الكلوب وكله بقى زي بعضه وهد المعبد خلاص. ليه بقى؟ في دلوقتي عندنا فتح باب الترشيح 23 فبراير مش كده ولا ايه؟ نعم. طبعا فتح باب الترشيح لعده ايام، ده الاقتراح كويس، ما غالبا هياخدوا ايه يعني واخد بالك، ولو فرقت يومين مش دي القضيه طبعا. ورا منه في ايام الترشح والفحص والاعتراض والتنازل ثم تجرى الانتخابات، ماشي بالتوازي مع هذا، عشان كده ما هيش قضيه الدستور الاول والرئيس الاول، هيمشي معاه اللجنه التاسيسيه او الهيئه التاسيسيه ووضع الدستور، ودي خطوات، لانك انت لما هتشكل الهيئه التاسيسيه دي هتاخد مناقشات هيخش فيها مجلس الشعب ومجلس الشورى والراي العام، علشان نشكل هيئه تاسيسيه بنقول يستحسن ان نتوافق عليها لوضع الدستور او وضع مشروع الدستور، لانه مش هيبقى دستور الا لما يقر فيه استفتاء. في حاجه شغلات لا ده بيقولوا لي ان في ناس على السطوح بتاع مبنى الضرايب برضه زي اللي حصل. خلينا هنا اتفضل واخد بال حضرتك. احنا الخطوات احنا ماشيين معاها بتاعت عمل الدستور اول خطوه في الدستور تشكيل الهيئه التاسيسيه. نعم. والتشكيل ده مش رحله، مش كلمه كده بتقول لي هات دي خد دي، لا ده هيحدث فيها نقاش واسع يشترك فيه مجلس الشعب ومجلس الشورى والرأي العام والنخبة، علشان نتوافق على هيئة تأسيسية تبقى صالحة من وجهة نظر مصر لوضع مشروع الدستور. بعد ما تضع مشروع، بعد ما نختار الهيئة هتجتمع اجتماع واثنين وثلاثة، اجتماع تمهيدي وتعاقبي، وبعدين ايه تختار ايه؟ تضع الخطوط العريضة عامة، نظام رئاسي. Thank you.